منظمة التجارة العالمية هي رسالة جادة من العراق، أجدها في للعالم أجمع أن العراق ماضي في مسيرته نحو الانخراط مع المجتمع الدولي متعدد الأطراف وبناء شراكات تجارية حقيقية تعود بالنفع للاقتصاد العراقي وللمنطقة والعالم أجمع. يعز علينا أن نرى العراق كواحد من أكبر الاقتصادات التي لا تزال خارج النظام التجاري متعدد الأطراف. وبحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد العزيز بن سلمان أيده الله، وتوجيهات سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإشراف ومتابعة مباشرة من معالي الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس الهيئة العامة للتجارة الخارجية، أجد نفسي بين أحبتي وأشقائي لبذل كل ما نملك من أجل مشاركتكم أيضا تجربة المملكة الموفقة ولله الحمد في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والنهوض بمزاياها التنافسية مع العالم أجمع.